وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذا برنامجكم دار السلام ولقاء اليوم تتمة لما نحن فيه من تدارس أحاديث الحبيب المصطفى والعبد المجتبى رسولنا صلوات الله وسلامه عليه لقاء اليوم عنوانه اشفعوا تؤجروا وهو مقدمة حديث نبوي أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء وفي رواية ويقضي الله على لسان رسوله ما أحب وكلا الروايتين صحيحة هذا الحديث سندرسه إن شاء الله كما جرت العادة إلا أننا نبدأ بالحديث عمن روى الحديث من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو موسى الأشعري اسمه عبد الله ابن قيس وأبو موسى كنيته وموسى ليس اسما عربيا وإنما سمي به نبي الله موسى بن عمران أي أنه اسم عبراني وكان ذائعا شائعا في العرب ولهذا عرف عبد الله بن قيس رضي الله عنه بكنية أبي موسى الأشعري أسلم قديما على أصح الروايات في مكة ثم عاد إلى بلاد قومه ولما عاد المهاجرون من الحبشة سنة 7 إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وافق عودته أن عاد معهم فجاءوا في عام واحد والنبي صلى الله عليه وسلم يوم ذاك في خيبر عرف بحسن صوته في قراءة القرآن وقد كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعنا صوته يقرأ القرآن يأتينا يستمعنا إليه من وراء حجاب والنبي عليه الصلاة والسلام سمع صوته فلما علم به أي علم أبو موسى قال لو كنت أعلم أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا وهو الذي قال النبي عليه السلام في حقه لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود وداود عليه السلام عرف بحسن الصوت عند تلاوة الزبور الله عز وجل قال عنه إن سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب من مناقبه أنه تولى الإمرة في زمن أمير المؤمنين عمر لكن قال الإمام الذهبي عنه كان صواما قواما عابدا زاهدا لم تغيره الإمارة ولم يغتر بالدنيا رضي الله عنه وأرضاه وقد جاء في فضله أحاديث كثر منها أنه مكث بوابا للنبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب النبي إلى بئر أريس فاستأذن أبو بكر فحمل الإذن إلى رسول الله فقال أذن له وبشره بالجنة ثم جاء عمر فقال أذن له وبشره بالجنة ثم جاء عثمان رضي الله عنهم جميعا فقال ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه وقد وقع الأمر كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم هذا أيها المباركون على وجه الإجمال التعريف براوي الحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه وألحقنا به وبأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصالحين ما الحديث؟ قال عليه الصلاة والسلام اشفعوا تؤجروا هذا فعل أمر والمراد به الندب وتؤجر واقعة في جواب الأمر واقعة في جواب الأمر فيقال عنها فعل مضارع مجزوم بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة واقع في جواب الطلب ثم قال عليه الصلاة والسلام ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء أو ويقضي الله على لسان رسوله ما أحب معنى الحديث الشفعة أو الشفاعة ضم الشيء إلى غيره ضم الشيء إلى غيره يسمى شفاعة يكون غالبا ممن هو أعلى رتبة وحرمة إلى من هو أدنى منه
يعني في الغالب الذي يشفع يكون أعلى حرمة ومنزلة ومرتبة ممن يشفع له، هذا في غالب الأحوال، سواء كان ذلك في الشفاعة الدنيوية أو في الشفاعة الأخروية كما سيأتي. التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة، لجلب منفعة أو دفع مضرة. قال الله عز وجل في كتابه العظيم: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، يكن له كفل منها. النصب في اللغة، المادة الجذرية لنصب، تأتي الحجارة المنصوبة التي يؤمها الناس. الله عز وجل يقول: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. وقال جل وعلا عن تلك الحجارة التي كانت عند الكعبة في الجاهلية، قال: الأنصاب والأزلام. ذكرها النبي، ذكرها الله عز وجل الاثنتين: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النصب. الله يقول: وما ذبح على النصب. لكن يأتي معنى النصيب بمعنى الحظ المعين المحدد، الحظ المعين. قال الله عز وجل في كتابه العظيم: أم لهم نصيب من الملك، أي لهم حظ من الملك. وقال جل وعلا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أي حظا معينا من الكتاب. هنا قال الله عز وجل: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، أي يكن له أجر، بغض النظر تمت الشفاعة قبلت لم تقبل، هذا شيء آخر لا علاقة له بالأجر. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام مبين أن مجرد شفاعتك في الخير تؤجر عليها، مجرد الشفاعة في الخير تؤجر عليها. تحقق ما تريده لمن شفعت له أو لم يتحقق، ذلك ليس حاجبا الأجر عنك، لقول الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ولقوله عليه الصلاة والسلام: اشفعوا تؤجروا. ثم ذكر بعد ذلك ما يكون بعد الشفاعة، قال: ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء، ما وقعه، ما أراده الله، ما قدره الله سيقع لا محالة، بصرف النظر عن قبول الشفاعة من عدمها. فهي لجلب منفعة أو دفع مضرة، لجلب منفعة أو دفع مضرة. جلب المنفعة سنأتي له بمثال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أحيانا يعني هو وجه من وجه، يعني إذا كان جلب منفعة لأحد فهو بالتالي ضرورة دفع مضرة عن الغير، يعني بينهما شيء من التلازم. لكن العلماء يحاولون كثيرا أن يأتوا بكل مثال لوحده. فمثلا في دفع المضرة، النبي عليه الصلاة والسلام يشفع يوم القيامة في أهل المحشر. أهل المحشر تدنو منهم الشمس، يلجمهم العرق، يصيبهم من الكرب ما لا يعلمه إلا الله جميعا، جنا وإنسا، مؤمنا وكافرا، ذكرانا وإناثا. فالكرب هنا قائم، والعرق ملجم، والشمس دانية، والحال شاقة، والناس ينتظرون أن يفصل رب العزة بين عباده. فيشفع صلى الله عليه وسلم في دفع تلك المضرة العامة على أهل المحشر. يأتون أبانا آدم فيعتذر، ثم نوحا فيعتذر، ثم إبراهيم فيعتذر، ثم موسى فيعتذر، ثم عيسى فيعتذر ولا يذكر ذنبا، ويقول: اذهبوا إلى محمد فإنه عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيقول صلى الله عليه وسلم: أنا لها. فيأتي عليه الصلاة والسلام فيسجد تحت العرش، فيفتح الله عز وجل عليه بمحامد لم يفتحها لأحد قبله. فالله عز وجل تستدر رحمته بكثرة حمده وتمجيده والثناء عليه بما هو أهله. في ذلك اليوم العظيم والموقف الجليل يفتح الله عز وجل رحمة منه وفضل على هذا النبي الخاتم سيد الأولين والآخرين بمحامد لم يفتحها على أحد قبله، أي أنه يلهم محامد يقولها عليه السلام في ذلك الموقف. ثم يقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فهذا
هو المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل نبيه يوم القيامة. قال الله في سورة الإسراء: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ونحن نقول في دعائنا بعد سماعنا للمؤذن: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. هذا المعنى في دفع المضرة. جلب المنفعة كأن شخصا ما يريد أن ينتفع من شيء لكنه لم يستطع الوصول إليه، فتأتي أنت تتشفع لمن يملك الأمر أن يعطيه إياه. وقعت الشفاعة الحسنة في زمن النبوة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. كانت هناك جارية اسمها بريرة. بريرة هذه كانت مملوكة، فعانتها أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها في أن تعتق تحرر ممن كان يملكها بتسعة أواق على أن يكون الولاء لها أي لعائشة. فتم الأمر فأصبحت بريرة حرة. زوجها مغيث كان محبا لها لكنه كان مملوكا، فأصبح الأمر بيدها، تبقى معه أو تفارقه لأنها أضحت حرة وهو بقي مملوكا كما هو. فاختارت أن تفارقه، وكان محبا لها فكان يمشي وراءها في طرق المدينة ودمعه على لحيته يسألها ألا تفارقه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعمه العباس: يا عباس ألا تعجب من حب بريرة، من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ ثم إن مغيثا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يشفع له عند بريرة، فقال عليه الصلاة والسلام لها: لو راجعته. هذه كلمة ليس فيها أمر ولا جبر، فيها حظ على أن تراجعه. أي أحد يفقه العربية يفهمها يدرك أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته يحثها يحضها على أن تراجعه. قالت: يا رسول الله انظر إلى أدبها وهي جارية، أتأمرني؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، إنما أنا أشفع. قالت: لا حاجة لي به. فهي لم تقبل، وهي مؤمنة تقية ولا يضرها ذلك شيئا، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فالشفاعة الأفضل أن لا يكون فيها إلحاح، لأنك لا تدري عن خواف القلوب ولا عن أسرارها ولا عن مكنونها ولا عن الصالح الذي يريده المرء لنفسه. فقالت: يا رسول الله أتأمرني؟ أي لو كنت تأمرني فالأمر يختلف. قال: لا، إنما أنا أشفع. قالت: لا حاجة لي به. فهذا وقع في زمن النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهو معدود في الشفاعة الحسنة، معدود في الشفاعة الحسنة. العلماء يقسمون الشفاعة إلى أقسام، فيقولون: الشفاعة في الحدود لا تجوز أبدا، الشفاعة في الحدود لا تجوز أبدا، لا يجوز لأحد أن يشفع في حد من حدود الله. لما فتح الله مكة لنبينا صلى الله عليه وسلم وافق أن امرأة من بني مخزوم، بنو مخزوم بطن شريف من قريش، منهم الوليد، خالد بن الوليد، أبو الحكم الذي هو أبو جهل، سادات الناس منهم مؤمنون كفار. فامرأة منهم كانت تأخذ المتاع وتجحده تسرقه، فلما رفع أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قضى عليه الصلاة والسلام بأن تقطع يدها، بأن تقطع يدها، يدها نائب فاعل. ما الذي وقع؟ شق ذلك على بني مخزوم وأرادوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يقطع يدها، فاستشار بعضهم بعضا إلى من يذهبون، فعلموا منزلة أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه عند رسول الله. قالوا: هل يقدر عليه إلا الحب ابن الحب؟ الحب أسامة، وابن الحب يعني أبوه كان محبوباً للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو من زيد بن حارث رضي الله عنه وأرضاه. فذهب أسامة يشفع للمرأة المخزومية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام لأسامة: أتشفع في حد من حدود الله؟ وقالها عليه الصلاة والسلام بنبرة عرف منها أسامة
أن النبي عليه الصلاة والسلام ينكر عليه فندم وأخذ يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يستغفر له. أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ قال لا يا رسول الله، وندم وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يستغفر له. بعد ذلك قام عليه الصلاة والسلام خطيبا في الناس، حمد الله وأثنى عليه، ثم قال قولا سيأتي إيراده وإيضاحه بعيد الفاصل إن شاء الله، ونحن نتحدث عن قول نبينا صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء أو ما أحب، وهو حديث في الصحيحين. الحمد لله، وحياكم الله إلى الجزء الثاني من لقاء هذا اليوم المبارك من برنامجكم دار السلام. وكنا نشرح حديث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، وانتهينا إلى أن النبي عليه السلام لم يقبل شفاعة أسامة في تلك المرأة المخزومية لما سرقت، وأنه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أتى الناس وخطب وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وهيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. في هذا إخبار أن الحدود لا تقبل الشفاعة، فمن أعظم الآثام أن يتشفع إنسان في حد لا يقام، حتى قال بعض العلماء إنه ورد في ذلك اللعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث وقع في مكة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يخطب يخبر بالأمم السابقة القرون السالفة: إنما كان أهلك من كان قبلكم، هلاك شرعي، هلاك ديني، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، يتعاظموا ولا يتجاسروا أن يقيموا عليه الحد لشرفه، لسؤدده، لعلو مكانته، مقامه بينهم. وإذا سرق فيهم الضعيف، الوضيع الذي لا عشيرة ولا ظهر ولا سند له، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ثم بين عليه الصلاة والسلام مبدأه العظيم وشريعته القويمة، قال: وأيم الله، هذا قسم، وأيم الله لو، وهذا من التعليق بما لا يمكن أن يقع، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت. فاطمة رضي الله عنها وأرضاها بضعة نبوية وجهة مصطفوية، ويعجز المرء أن يصف مقام هذه المرأة الجليلة والسيدة البتول رضي الله عنها إذا علمنا مقامها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوقي وفق عندما قال: أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يضرب مثلا أنه لا تأخذه لومة لائم في الشفاعة بالحدود كائنا من كان، قال: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد، قطع كل سبيل إلى أحد أن يصل إليه في شفاعة في الحدود. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وحاشاها قطعا رضي الله عنها وأرضاها، سيدة نساء أهل الجنة وأول أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوقا به أم الحسن وأم الحسين، ريحانتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد الأربعة من أصحاب الكساء، وأحد الأربعة الذين الخمسة الذين باهل النبي صلى الله عليه وسلم بهم نصارى نجران. نعود فنقول: هذا ما كان منه نبي من كان من نبينا صلى الله عليه وسلم. يقاربه حديث آخر: صفوان ابن أمية، قرشي من بني جمح، تأخر إسلامه، كان سيدا مطاعا. وصفوان جاء في القرآن ذكر كلمة صفوان، يعني الصخرة الصماء، وهو اسم جميل في نطقه. سرق رداؤه، فرفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى على السارق أن تقطع يده، لكن صفوان تنازل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا كان قبل أن تأتيني به؟ فالحدود
إذا رفعت إلى ولي الأمر تنتفي الشفاعة. الحدود إذا رفعت إلى ولي الأمر انتهت الشفاعة، قبل ذلك لا بأس، قبل ذلك لا بأس، قبل أن يقضي فيها ولي الأمر. ولا نريد أن نطيل في مسألة الحدود، فالشفاعة في الحدود محرمة. الحالة الثانية الشفاعة في المحرم، الشفاعة في المحرم لا تجوز، والعلماء يضربون لذلك مثلا. مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب أحد على خطبة أخيه، فأنت تعلم أن مثلا شابا فتى اسمه فلنقل سامي خطب امرأة فلنقل أن اسمها زينب، ولما بعد لم يقضي أهل زينب في أمر سامي، ثم جاءك شخص آخر قال لك أنا جارك واسمي أحمد وأرغب أن أخطب زينب، ولك حظوة عند والدها، لك مكانة، يسمع لك يسمع منك، فأريد أن تشفع لي عند أبيها، وأنت تعلم أن الأخ سامي قد تقدم لخطبتها. هنا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب أحد على خطبة أخيه، فحتى يفرغ الأمر يعطى أو يرد بعد ذلك تؤذن بالشفاعة. فالشفاعة في مثل هذه الحالة لو قبلتها وذهبت إلى والد زينب وقدمت شفاعتك وشفعت لصاحبك أن يعطى، فأنت جلبت الضرر لأخيك الأول، وهذا محرم شرعا لأنه يدخل في النهي الشرعي، ولا تعاون على الإثم والعدوان. الحالة الثالثة هي الشفاعة التي جلب خير للغير إما بدفع مضرة أو بجلب منفعة، وهذه هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها اشفعوا تؤجروا، وقال الله فيها من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، فهذه شفاعة محمودة يؤجر عليها المرء تم الأمر أو لم يتم. رجل يريد أن يبيع دارا فيأتي أحد الناس يريد أن يشتريها، لكن البائع يرفع الثمن، فيذهب المشتري إلى رجل يعلم أن له دالة على الأول ومنزلة، ويريد من صاحبه أن يخفض له في السعر ويجعل الأمر أقل، فيقبل هذا الشفيع فيذهب. هذا كله مندرج في قول النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا. الحديث عن الشفاعة الدنيوية يذكر بالشفاعة الأخروية، ومر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم له المقام المحمود. الشفاعة الأخروية لها شرطان: رضا الله جل وعلا عن المشفوع له، قال ربنا في كتابه العظيم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وإذن الله عز وجل للشافع أن يشفع، قال الله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولها طرائق وصور عنده. أما أهل الكفر فإن الله قد حكم أن شفاعة الشافعين لا تنفعهم، قال الله عز وجل في سورة المدثر فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال الله عز وجل عنهم في سورة الشعراء فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هذا ما يتعلق ببعض ما يكون في الشفاعة الأخروية، منها الشفاعة لمن أتى عملا يستحق عليه النار أن لا يدخلها، فهذه للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الصالحين. وكذلك الشفاعة في أقوام كتب الله لهم أن يدخلوا الجنة، لكن الشفاعة تكون في رفع درجاتهم في الجنة، في رفع درجاتهم في الجنة. وهناك شفاعات كثر، لكن كلما عظم صلاح العبد وتقواه وقربه من الله وسلامة صدره وصدق سريرته كان أقدر من غيره برحمة الله أن يشفع في عرصات يوم المحشر. ونبينا صلى الله عليه وسلم أول شافع في أرض المحشر، أول شافع في أرض المحشر، ونيل شفاعته مما يؤمله المؤمنون، مما يسأله عباد الله الصالحين ربهم بكرة وعشية. قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟
قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فلا إله إلا الله أكبر الحسنات وأعظم الكلمات وأجل الطاعات. رزقنا الله وإياكم أن نقولها بإخلاص. ثم كثرة الصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه عليه، ويقال هذا بعد إجابة المؤذن، فإن من سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. السكنى والممات في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، بها يرزق العبد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن يمت في المدينة فليفعل، فإني أشفع أو أشهد لمن مات بها. وقال: من صبر على لأوائها كنت له شفيعا يوم القيامة. والصبر على لأوائها معنى ذلك أن العبد يسكنها، فإذا سكنها إن كانت أيام ضراء أو كانت أيام سراء أو أيام برد أو أيام حر أو غير ذلك مما يعتري الدهر، ثم الإنسان يصبر فرحا بأنه في تلك المدينة، ويرغب عن أن يهجر عنها يتركها، ولا يرضى أن يتركها. ويذهب الناس إلى الشام إلى اليمن إلى العراق، وفي الحديث: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، أتيتك ماشيا ووددت أني ملكت سواد عيني أمتطيه، وما لي لا أسير على المآقي إلى بلد رسول الله فيه صلوات الله وسلامه عليه. فهذا من أسباب نيل شفاعته صلوات الله وسلامه عليه في الآخرة. نتحدث ما زلنا عن قوله عليه الصلاة والسلام: اشفعوا تؤجروا. ثم قال: ويقضي الله. فأمر الله عز وجل كائن لا محالة، وأنت لا تعلم الغيب. هل كان في قبول شفاعتك خير لمن تشفعت له، أو أن الأكمل والخير له أن لا تقبل شفاعتك؟ فالإنسان يأتي السبب ويتوكل على الله، ثم يرضى بما وقع، يرضى بقدر الله، يرضى بما اختار الله عز وجل له. ولهذا قال الله، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ويقضي الله على لسان رسوله ما أحب. فالصحابة يحفون مجلسه الطاهر الشريف صلوات الله وسلامه عليه، يسألون ويشفعون بعضهم لبعض في الخير، وهذا أمر محمود مرغوب دل عليه القرآن ودل عليه أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما زالت الشفاعة في الناس، الشفاعة لدى الملوك، لدى الحكام، لدى الشيوخ، لدى الأمراء، لدى ذوي الجاه، منذ أن كانت. وكم ممن تشفع فقبلت شفاعته، فكان في شفاعته رحمة على الذي شفع له، سواء كان ذلك في عهد الراشدين أو في عهد بني أمية أو في عهد بني العباس أو في غيرها. لكن المهم أن الإنسان لو قدر أن أحدا شفع له ونجم عن ذلك دفع مضرة أو جلب منفعة، أن يحفظ النعمة لمن أسداها إليه، والفضل لمن قلده إياه، وأن لا يكون جحودا يجحد نعمة الله جل وعلا عليه، ويتنكر لأهل الفضل فضلهم، وملك بالحر الذي يحفظ اليد. كما أن من العقل من الحكمة، إن أتاك الله جاها مكانة منزلة رأيا مسموعة، أن تسعى في شفاعة الخير للناس في غير ما ذكرناه من المحرم أو في الحدود إذا رفعت إلى السلطان. فيشفع الإنسان للضعفاء، للمعاويز، للمعوزين، للمساكين، لذوي الحاجات، وحتى لذوي الهيئات الذين هم أنداد لك أو ما أشبه ذلك. فإنسان يتقدم بشفاعته، يدخر العاقل لنفسه يدا عند الأحرار. ولذلك قيل: عجبت لمن يشتري المملوكين بماله، كيف لا يشتري الأحرار بنعمه. فإسداء النعمة إلى الغير يجعلك تتقلدهم. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. واشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. اللهم إنا نسألك نورا نهتدي به، ورزقا حلالا طيبا مباركا نكتفي به، والعلم عند الله أيها المباركون. الحمد لله، هذا الجزء الثالث من لقاء هذا اليوم المبارك من برنامجكم دار السلام،
وهو الجزء المخصص لإجابة عن أسئلتكم. الأخت أم يوسف من الكويت، تفضلي يا أم يوسف. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ. نعم تفضلي. جزاك الله خير ومبارك عليك الشهر، تقبل الله طاعتكم. آمين. ألو. نعم يا أم يوسف تفضلي ابدأي. إن شاء الله. يا شيخ أنا أصاب بمرض يعني عيد الشر عنكم وعن جميع المسلمين من 2007، مرض مزمن. نعم. وتم علاجي لمدة 10 سنوات بجميع الوسائل. آخر الحين آخر عملية لي ركبوا لي مضخة فيها أدوية قوية مخدرة، ولكن هذا السؤال في صيام. يعني أنا الفترة اللي فاتت هالعشر سنين كنت أدفع كفارة صائم، الحين لما ركبوا لي المضخة الدواء ينزل إلى رجلي لأن هذا سبب المرض العصب، هل يجوز صيامي ولا لا يجوز؟ لأن والله الأكمل في حقك يا أم يوسف ألا تصومي، أطعمي عن نعم. كل الحق الأكمل في حقك والحال كذلك ألا تصومي، أطعمي عن كل يوم مسكينة، هذا كافي، وأكثري من ذكر الله جل وعلا، واحتسبي ما أنت فيه من البلاء، أسأل الله عز وجل أن يرفع لك عنك ويعظم لك الأجر. أدفع كفارة وأطعم صائم؟ أطعم لا لا، هي الكفارة واحدة، هي إطعام صائم فقط. لما نقول كفارة أي إطعام صائم عن كل يوم فقط، يعني ليست اثنتين إنما واحدة. شكرا يا أم يوسف. أم سهيل من السعودية، السلام عليكم. عليك السلام، كيف الحال يا شيخ؟ بخير من الله وعافية. لو سمحت عندي سؤالين. نعم. السؤال الأول عن الآيات التي فيها عزائم السجود. رأيت درسك وكان الدرس جدا جميل. ترتيب الآيات في السجود، القرآن كله معجزة يا شيخ، لكن إذا لاحظنا ترتيب آيات السجود في المصحف، نقرأ الفاتحة، البقرة، آل عمران، ثم نجد أن السجدة في الأعراف. نعم. ثم تتوالى في منتصف المصحف وفي الأوسط. هل هذا الترتيب يوحي بشيء؟ يعني هل نستمع إلى القرآن المسلم الذي أي شخص يستمع إلى القرآن ما يلبس أن يخر راكعا لله ساجدا؟ هذا السؤال، يعني هل الترتيب بهذه الطريقة، يعني هل الحكمة الإلهية من هذا الترتيب؟ لو كان لديكم شيء وضحوه لنا. أما السؤال الثاني يا شيخ، مفردة فتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، قل يجمع بيننا ربنا بالحق ثم يفتح بيننا، ويقولون متى هذا الفتح؟ لو قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، لو تشرحها لي يا شيخ بشرح مبسط، بارك الله فيكم. حياك الله سهيل، حياك الله. عزائم السجود في القرآن من حيث مجملها 14 آية، اختلف في العمل بها جميعا. فسجدتان في سورة الحج، بعض العلماء يرى السجدتين، وبعضهم يرى يكتفى بسجدة واحدة. وفي سورة صاد قال الله عز وجل وخر راكعا وأناب في خبره، وظن داود أنما فتنا فخر راكعا وأناب. فهذه السجدة يراها بعض العلماء سجدة شكر، فلا يسجدونها لأنهم يفرقون ما بين سجود التلاوة وسجود الشكر. وبعض العلماء يراها فيرى بسجودها، وهذا مفصل كثيرا في دروسنا. لكن ترتيبها فيما يظهر والعلم عند الله أنها في أول المصحف تقل، كما ذكرت الأخت أم سهيل، ليس في البقرة ولا في آل عمران ولا في النساء ولا في المائدة ولا في الأنعام أي سجدة، وإنما آخر آية من سورة الأعراف فيها السجدة. ثم نأتي إلى سورة العلق، وهي آخر آية سورة فيها سجدة، من بعد العلق إلى الناس لا يوجد نوع من السجود. فلعل هذا أن الجل كان في الوسط وما يتبعه، في الوسط وما يتبعه. وبالنسبة للفتح، الفتح في اللغة هو فتح الشيء الذي أغلق، سواء كان حسيا أو كان معنويا، والله عز وجل ذكر ذلك كثيرا في كتابه، وجاءت مفردة المفاتح في القرآن. الذي يمكن أن يقال في مثل هذا الموقف أن الإنسان والأمة والخلق جميعا، كل أحد يغلب على الظن أن الأمر قد ضيق عليه، ليلبث أن يأتي الفرج والفتح
من الله. المؤمنون ينتظرون الفتح بمعنى الفصل يوم القيامة، قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. وكان القرشيون ينتظرون الفصل، يستعجلون العذاب، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. فلما من الله على نبيه بالصلح يوم الحديبية بين الله ذلك وسماه فتحا، فليس الفتح متعلقا فقط بالسيف والحروب، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وهذا كان نزل بعد وقعة الحديبية. الأمر يطول يا أختي أم سهيل، لكن أرجو الله أن يكون فيما قلناه نفعا لك ولمن يشاهدنا. نعم، أم عبد الله من الكويت. تفضل يا أم عبد الله. السلام عليك. عليك السلام. السلام عليك يا شيخ. حياك الله. جزاك الله خير على هالبرنامج. الحمد لله. يا شيخ أنا عندي أسئلة بقولها بسرعة وأنت على أساس ترد عليها براحتك. تفضل. السؤال الأول عن الفراعنة وبني إسرائيل. إحنا نعرف إن بني إسرائيل لما كان في زمن سيدنا يوسف عليه السلام كان عزيز مصر، ما كان يقال فراعنة. كيف جو هالفراعنة وصار، هل هم شعب كامل ولا هم بس الحكام يطلق عليهم فراعنة؟ واضح. هذا السؤال. السؤال الثاني يا شيخ، احنا نسافر ولما نسافر برا نلبس البنطال هو يكون عريض ويكون فوق ملابس تصل الى الركبة يعني مستورة. انا لاحظت في المطارات بعض النسوة يعني يقولون لي ان لازم اغطي حتى البنطال، البس شيء يعني يغطي البنطال، ما تجوز الصلاة في البنطال اذا ما كان لباس شرعي حتى احنا نبعد عنه. السؤال الثالث بالنسبة لزكاة المال، إذا كان المال معد للأبناء لزواج الأبناء أو البنات هل عليه زكاة وأن بلغ النصاب؟ أيضا سؤال في السجود في صلاة الفرض، في السجود هل يجوز أن احنا ندعي أدعية نقول أم الدعاء فقط في صلاة في السنن فقط؟ جزاك الله خير يا شيخ. شكرا يا أختي. يا أختي يعني كلمة فراعنة هذه جمع، هو يوسف عليه السلام دخل مصر ضمن قافلة وهو ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، إسرائيل هو يعقوب، يوسف ابن يعقوب، دخل في قافلة أودع السجن بعدما كان ما كان في أمره في القصر، ثم قربه ذلك الحاكم ثم جعله مسؤولا عن خزائن الزراعة. يوسف لم يحكم مصر، يوسف لم يحكم مصر، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وقال الملك ائتوني به. فهناك ملك وهناك من يتولى أمور خزائن الأرض الذي هو يوسف. لفظ يا أيها العزيز يعني يا عالي المقام يا ذا المكانة، ليس المقصود أنه حاكم حكما كليا على مصر. ثم نشأ بنو إسرائيل، وما بين يعقوب يوسف عليه السلام وما بين موسى مئات الأعوام، ما بين يوسف عليه السلام وما بين موسى عليه السلام مئات الأعوام. هذه الفترة الزمنية ظهر فيها حكام آخرون غير من كان يحكم مصر زمن يوسف، غير من كان يحكم مصر زمن يوسف، فظهر فيهم أقوام طغاة جبارون، منهم ذلك الفرعون الذي عاش في زمن موسى والذي رأى الرؤيا أن ملكه يذهب، فلما سأل المعبرين أخبروه أنه على يد غلام من بني إسرائيل، فأخذ يقتل حتى نجى الله موسى وكان هلاك ملكه على يد موسى كما قال جاءت الرؤيا، وهذا أمر قد كتبه الله من قبل. قال الله عز وجل وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. نأتي لقضية الجلباب. المرأة المؤمنة مطالبة بالستر، وأكمل سترها فيما يعرف بالعباءة أو بالكاب، بالعباءة أو بالكاب. لابد أن نفرق ما بين الخروج للناس وما بين الصلاة. فأنت في البيت تصلين، أي شيء يستر البدن كله كاف، حتى لو كان لحافا من البيت ما دمت في الدار، لكن معلوم أن اللحاف في البيت لا يصلح السير به بين الناس لكن تصح الصلاة فيه، فلا بد من التفريق. المهم ستر العورة كاملة، البدن كاملا في الصلاة. أما لبس البنطال فنحن نقول إن شاء الله في البيوت لا حرج، لكن خارج الدار صعب القول
بجوازه. خارج الدار أقصد للملأ يعني، ليس إذا كان عليه شيء عليك شيء. المال المدخر لتزويج الأبناء أو البنات يعد مالا زكويا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول يجب أن يزكى من، لأن هناك قدرة على إنمائه. الدعاء يصح في الصلاة وفي خارج الصلاة، ويصح في الصلاة فرضا ويصح في الصلاة نفلا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، سواء في سجود الفرض أو في سجود النافلة، بين السجدتين في الفرض أو بين السجدتين في النافلة، كل ذلك مواضع ومواطن للصلاة يا أختي أم عبد الله. نعم. نسيبة من السودان. نسيبة من السودان. نسيبة من السودان. السلام عليكم يا شيخ. عليك السلام، حياك الله. يا شيخ عندي سؤال في سورة البقرة. نعم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. كيف للمتقين أن يهتدوا؟ هم أصلا المتقين كيف يهتدوا من جديد؟ فربنا سبحانه وتعالى قال الذين يقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون، يعني هم متقين. هذا السؤال الأول. أنا الآن أسألك يا نسيبة، أسألك الآن، أنت الآن إن شاء الله من المتقين، هل أنت الآن لا تحتاجين أن تأخذ شيئا من القرآن جديدا؟ لا طبعا. طبعا، إذن هذا هو القرآن، هدى، من أعرض عنه كافر معرض فاسق لن يستفيد شيئا من هدي القرآن. لكن المتقين أمثالك والمتقين نساء ورجالا يهتدون بالقرآن، هذا معنى هدى للمتقين. أعطيني السؤال الذي بعده. السؤال كيف يرقي الإنسان نفسه؟ يعني في حديث أنه عن التوكل على الله سبحانه وتعالى، معنى الحديث أنهم لا يسترقون، فهل الرقية غير مباحة؟ الرقية مباحة، والحديث حاول بعض أهله في صحيح مسلم، هو حاول العلماء تخريجه وتخريجات أخر، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى واسترقى، يعني رقته عائشة في أخريات حياته، ورقاه جبريل، بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل شر يؤذيك. فالإنسان يرقي نفسه بأن يضع كفيه ويقرأ فيهما، ثم يضعهما على ما يشكوه من بدنه، ولو قال وضع يده على موضع الألم وقال الله أكبر ثلاثة، ثم قال أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات، يرجى إن شاء الله أن يبرأ ويشفى كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. يا نسيبة. أم فهد من أبو ظبي. ألو، السلام عليكم. وعليك السلام، جزاك الله خير يا شيخ. آمين. عندي سؤال، هل تجوز الزكاة على الزوج؟ يعني الزوج يعمل بس عنده ديون، هل يجوز للزوجة أن تزكي عليه ديون كثيرة جدا حان أجلها ولم يستطع؟ لا، هو عنده دين يعني في البنك، كل شهريا يستقطع من الراتب. هي يعني أقصد يعني، نعم، يعني هل يستطيع أن يعيش حياة عادية رغم الاستقطاع؟ نعم يستطيع، بس أم أنه يعيش في حالة ضنك وفقر بسبب الاستقطاع؟ يعني هل يعد فقيرا، ترينه فقيرا ليس عنده شيء من الكماليات؟ لا، لديه كماليات. إذا كان لديه كماليات، مجرد دين عليه كماليات، نعم، كثيرة جدا في سيارته، في أصحابه، في مجلسه، فهذا لا يعد فقيرا. لكن إذا كان فقيرا عليه دين، من أحيث الأصل يجوز أن تعطي الزوجة زوجها من الزكاة، لكن لا يجوز للزوج أن يعطي زوجته. لكن ليس كل مديون يمكن أن يسمى فقيرا. رجل راتبه 20,000 درهم مثال، وهو عليه دين 5,000، تبقى 15,000 يعني يستطيع أن يعيش بها، لديه سيارة من قبل، لديه بيت يملكه، لا يدفع أجارا، ما أشبه ذلك، هو أدرى بمصروفه بدخله، فهذا لا يسمى فقيرا يعطى من الزكاة. شكرا يا أختي أم فهد. نعم. أم نور من دبي. السلام عليكم. عليك السلام يا أختي أم نور. كنت عايزة أسأل حضرتك، الأولاد لما يوصلوا لسن البلوغ وهم برضو مش مواظبين على الصلاة، وفي نفس الوقت مش يعني كسلا وتهاونا، وفي متابعة ليهم وأمر ليهم بالصلاة، وإن احنا عودناهم من سن 7 سنين
واستمرنا معاهم، لكن دلوقتي هم ما شاء الله جميعا بالغين لكن بيتهاونوا بالصلاة. هل أنا أكون محاسبة إن هم؟ أنت مكلفة، مكلفة أنت وكل أم بأن ترشديهم إلى الصلاة وتحثيهم عليها وترغبيهم فيها وتظهري لهم ما ينتظرهم من عقوبة لا قدر الله لو فرطوا فيها. والشدة تكون من جانب الأب، والأم يكون من جانبها اللين والترغيب. مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. ومع ذلك لابد أن نتوخى الطرائق التي يغلب على الظن أن أبناءنا وبناتنا بسببها يكونون مقبلين على هذه العبادة العظيمة. شكرا يا أختي أم نور. الأخت إيمان من دبي. السلام عليكم يا شيخ. عليك السلام، حياك الله. عندي سؤالين. سؤال أول عن سورة الكهف، ورد أنه خامسهم وكلبهم وسادسهم، يعني في ناس تقول هذا دليل أنه الكلب مو بحرام أنه نربيه في البيت، فأبغى أستفسر في هذا الموضوع. والسؤال الثاني، عندي مبلغ من المال أنا ما كنت طلعت عليه زكاة لأن فكرت أنه ما عليه زكاة، يعني في البنك هو، ومر عليه يمكن 4 سنين بس المبلغ يعني بيتفاوت، بس في يعني مبلغ بعده نفس الشيء. الحين هل أنا أطلع زكاة عن 4 سنين ولا كيف؟ بالنسبة للسؤال الأول، هم كانوا فتية خرجوا فتبعهم راعي معه كلب ماشية، كلب يطرد الذئب عن الماشية، ففي هذه الحالة الكلب بهذا الوصف يجوز أن يقتنى. فتبعهم الراعي وكلبه حتى دخلوا الكهف، ضرب الله على أذانهم دون أن يشعروا، وعلى الكلب قال الله وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وأما غير ذلك من الكلاب فإنه قد ورد النهي الشرعي من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، لا يجوز أبدا أن يقتنى الكلاب، إن كلب حراسة لا بد من، أو كلب صيد. كلب الصيد وكلب الحراسة مستثنى في الحديث، فأما كلب الحراسة في زماننا قل كثيرا الحاجة إليه، لا يعني أجزم بأنه لا حاجة له البتة، لكن قل كثيرا الحاجة إليه. أما اقتناء كلب نسأل الله العافية لمجرد أنه كلب كما هو الآن شائع في الثقافة الغربية، هذا لا يجوز أبدا في شرع الله جل وعلا. وأما الزكاة فلا تسقط بالتقادم، فأنت يا أختي إيمان تنظرين في كل عام كم كان الحساب وقت إخراج الزكاة. مثلا أنت أودعت هذا المال في 1 مثلا مارس عام 2014، نأتي 1 مارس 2015 ونأخذ كشف الحساب نعرف كم كان المبلغ فنزكي، ثم نأتي 1 مارس 15 أو 16 هكذا ونزكي ما قد فات من السنوات الماضية. في سؤال أستاذة؟ الأخ علاء من الشارقة، تفضل يا أخي علاء. يعطيك العافية يا رب، الله يبارك فيك. سؤالي يا شيخ، بالنسبة للآية الكريمة إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملها وحملها الإنسان، ما تفسير هذه الآية يا شيخ؟ اختلفوا في تحديد معنى الأمانة هنا، والأظهر أنه المقصود التكليف بالعبادة، بمعنى أنهم إذا أطاعوا يثابوا وإن لم يطيعوا يعاقبوا، التكليف بالعبادة بمعنى أنهم إذا أطاعوا يثابوا وإذا لم يطيعوا يعاقبوا. وقبلها الإنسان، قال الله وحملها الإنسان، وأخبر الله أنه ظلوم جهول، فالظلم يدفعه العلم، الجهل يدفعه العلم بالله، والظلم يدفعه قيام الإنسان بحق الله جل وعلا وحق عباده، وهي من آيات العظام في القرآن، وتدل كذلك على عظم الأمانة. وقد مر معنا في لقاء سابق مسألة أن الأمانة والرحم تقومان يوم القيامة على جنبتي الصراط، فتعينان من أداهما بحق على المضي على الصراط، وتشهدان عياذا بالله على أنه قصر في من خان الأمانة أو كان قطوعا لرحمه. اللهم إنا نسألك التوفيق لما تحب وترضى، ونسألك
الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.